جمعية جمعية مارتشيكا لسيد تخليدي والتنمية والبيئة، بأن حنايا درنا هنا واحد الاحتجاج على حساب الاستنزاف ديال البحر مارتشيكا. كان عندنا بزاف ديال المشاكل هنايا. المشاكل الأول هي واحد النوع ديال الشبايك بوليتشي اللي كيمارسوه شي بحرية بعدا، كيجبدوه في وسط البحر الصغير، كيجبدوه في الفلايك، كيسيدو به نوع ديال الحوت الصغير اللي بقص يلاه خرج من البيضاء، يعني كيشدو من فيها السيبيا اللي هي حجم الضفر، والشارغ الصغير بحال والدورات الصغيرة، المهم بزاف الحوت اللي كيستنزفو منها. عاود ثاني عندنا واحد النوع ديال بوليتشي ماشي هو نفس بوليتشي، واحد النوع ديال بوليتشي كيجبدوه على برا، كيرميه على بعد 2 كيلومتر في البحر الداخل، كيجروه كيجبدوه بالمواطر. هذاك النوع ديال البوليتشي عاود ثاني كيقتل كل شيء، يعني اي حوته تجي له في الطريق كيقتلها، وكي بحال اللي دزتي جبتي شي سميتها هذيك الشطافه وشطبتي هذيك البلاصه، كيقتل كل شيء. هذاك النوع ثاني كيجبدو في جهه الواد، جهه الواد اللي سميتو بقانه، على الشواطئ ديال الابيض المتوسط، بحال الابيض المتوسط ما بين قابوياوا وبنينسا. هاد النوع ديال البوليتشيات تي شي مره ملي كيكون البحر هايج كيقلبوا كيجيو جيت مارتشيكا، البحيره مارتشيكا كيمارسوا نفس المشكل، اللي كيكون الريح جيت البحر الكبير يجيو البحر الصغير كيمارسوا هاد الدولين. هنايا مارتشيكا كاين بزاف ديال الحوت الصغير، هاد الشهر كثر، شهر سبعه من هنا من سبعه حتى لاكتوبر، واحد اكتوبر عندنا شي نوع ديال البارانسا اللي هي مسموحه عندنا حنايا، عندنا الراحة البيولوجية من نهار واحد في سبعة حتى نهار واحد في عشرة كيمشيو نصيدو بهم. عاوتاني كاين شي بحرية داروا واحد النوع ديال نفس السمية بارانسا، ولكن منو الماية ديالها هي العين، عين خمسة، وكاين فيه عين ستة وعين سبعة وثمانية. هادو هاد الشبكة هي رقيقة حتى الناموس، الناموس ما كيتخرج منه، شتي برغوت هاكا تشدها. هاد البارانسا هذا كتقتل كل شيء. عاود ثاني هادو كيمارسوها كيشدوا فيه النوع ديال الشطون الصغير. عاود ثاني كاينين شي ناس من بحريه بعدا كيمارسوا في الليل الشبايك اللي هو ما سميتهم السويلكا، كيديروا كيخدموا بشي ماتريال، كاين ازيد من 347 فلوكا تقريبا، وصلت حتى 400 فلوكا، كاينين شي كاين هنايا شي 500 بحري اللي كيخدموا على حسب الاسره ديالهم، شي مهم شي مهم الالوف ديال الناس اللي كيعيشوا من هنا. المطالب ديالنا هي السلطه المختصه في هذا الشيء يدخلوا يحلوا هذه المشاكل اللي عندنا. هذه هي المطالب ديالنا.